رحلة مع بحار نتعرف خلالها على عالمهم وعلاقتهم الخاصة مع البحر، وخصوصا أنه قيل لا رجال إلا رجال البحر، فأهلا بكم. السلام عليكم ابراهيم، انت شحاله؟ ما شاء الله تبارك الله، احوال بخير الحمد لله. ابراهيم، نختارك تقول لي شنو هي بدايتك مع البحر، اين تبدأ تشتغل فيه وشن هي اهميته بالنسبه لك؟ اين تبدأ تشتغل في البحر، بدايتك بالضبط مع شنو؟ على كل حال بدايتي فيه ما كان هو هدفي، على كل حال نقرا ولا كان هو تخمامي، ولكن مرحله من الزمن لاحني فيه الحال وتعود انتهت المهنة، حتى على كل حال قبطان مسير للسفن واشتغلت فيه لله الحمد لي تقريبا من 81 انا نخدم فيه. على كل حال تدريبي ما استغرق ياسر، 3 سنوات سنتين ونص 3 سنوات، اوعت على كل حال قبطان ذا الشكل من السفن. انتم انتم ماشيين في رحلة الصيد، كيف هذه الرحلة؟ شنو هي الالات وشنو هي الامور تجهزوها انتم كاملها ياك تمشي في رحله ناجحه؟ على كل حال حسب النوعيه، الصيد على عده انواع، خارق الاخطبوط، خارق كربين، خارق طويو، خارق تشيرني، واللي نمارسه على كل حال داركم الصيد صيد تشيرني. شوف ونمشوا له بهاي الالات، هذا الشكل من الاسطوانات، والله زاد الكازيه معنى اخر. على كل حال مسميات هناك مسميات تقليديه، نصها فرنسي ونصها اسبانيولي، وهذا بعدين قال لهم لناصات اللي مبين يدي نظرك. نقبضوا حاجتنا من غلاس، ونقبض حاجتنا من سردين وقزوال والماء، وذاك اللي راح نعملوا نحن تقريبا المواد الغذائيه، نتوكلوا على مولانا ونمشوا. مشاهدينا الكرام، سننطلق الآن أنا وزميلي عبدو الماهي في رحلة صيد مع إبراهيم والعشور، فما رأيكم أن ترافقونا؟ البحار ابراهيم والعشور، نختارك تذكر لي رحله زين، رحله قط خلقت لك ما تنساها في رحلاتك اللي تعدل. على كل حال تبارك الله ما شاء الله، الرحلات ما زينات كاملات، ولكن في الذاكره ربما قد نعود مره ماضي زمن ماضي، صادفت مع شي من الحوت في وقت ما كنت نتوقعه، في مكان ما هو هون وفي زورق اللي ما هو هذا. على كل حال ولكن اللي الفرص كاملة تبارك الله ما شاء الله، قد دخلت عليه من رحلات زينة، بما أن الصياد عنده على كل حال الرحلة ما هي اللي مجيبت الحوت، الرحلة الرجوع هو وطاقة مسفينة سالمين ومعافين بدون كدر على حد، وبدون على كل حال يجبروا مشقة، وهذا تبارك الله ما شاء الله خلق منه ياسر الحمد لله ما شاء الله فتين يا ربي. ان شاء الله هذه الرحلة اللي فيها ظنك تعود ان شاء الله من اشبه الرحلات قد صادف لك ولا تنساها. ابراهيم، قول لي شنو هي المخاطر اللي تواجهتهم في رحلاتكم؟ مخاطر يواجه البحار، تواجه السفينه، تواجه اي رحله تبغون انتم تعدلوها؟ على كل حال البحر خطير كامل حيث كان، ليلة الفلش عندنا هي ليلة الخطوره، وليلة الخطوره قاعد تبارك الله ما شاء الله ما هي اللي الشد اللي يطيح لنا، ولكن طارينا هون شكل من الصيد العشوائي، طريقه
ظهر لي من أمولانا عنها متخلفة إلى أقصى حد، ما هي مصنفة عالميا وبلا حدود، وخليها ما هي ما هي مثلا ما هي ما هي ما هي نمط نعرفه. احنا على كل حال تعايشنا مع عدة أنواع من لا أنواع من أنواع الصيد، هذا تقريبا خليه موروث عن الموروث منه عن الأجداد، أخوي الشاطئي قالوا صيد تقليدي، هو الصيد التقليدي، وهذا اللي منه تنقبض له هذا الصيد، وسمى هذا على كل حال وسمى عليه الصيد التقليدي بالنسبة من السفن موروث عن كناري. وذيك النوعية من الشباك اللي خلاه هون وحاكيناها نحن، وانواع معدات الصيد التقليدي اللي حاكيناها نحن وعدنا نمشوا عليها وصيدوا عليها صيدوا بها، اطلعت ان رواية هوناتية مسماها العلمي ما نعرفه هو شنو، عندها مسمى تقليدي قال لها فيلة فيلة، عبارة عن 1600 متر من الشباك يجرها زورق، سرعتها عيات تلحق 400 5 للساعة، نوع من الأعماق وحسب قوة التيار اللي هو السيل والريح، وسفينة جاتها هي شد الخطر عليها بها، اللي بالنسبة لنا إذا جات السفينة راسية في بلد آمن قاع لا يتزرب بها، نحن ورق ذا اللي يقودنا وذا اللي قود طريقة الدفع عندنا عبارة عن فانتيلاتر بالنسبة لنا قالوا أنا ليس وفي نبوات، هي غير تفسير المشاهد والكم انتوما انفانتيلاتير تبوس هذه السفينة، هاي فانتيلاتير منين يتكمش عليها شيء وفات، والله شيء قرب منها نحن مات لينا عندنا اي صيفة نقدو نحركو بها، هي لها يجيب تعرم علينا يجي من قدام السفينة يجي جانب من هوك وجانب من هوك الى عادنا بليدة في المحرمتين الى ما هو عليها حد في وقت مناسب، وجه قاطعها لا تنصر على مرحلتين ويسرق منها، لا بقى فيها شيء بقى فيها شيء واحد لا قاعد من ابسط الامور، واذا ما ادركها هي اسمها مقبره السفينة قبرتهم اللي، واذا سلكت قاع منها السفينه وسلكنا احنا عندنا من المعدات اللي زارقين في البحر لا تحوشهم كيف الرياح كيف قياف، وتو تقريبا جات شي من قشقاش في دفيت قرد وتوه شالوا، هذا هو اللي هذه الشد علينا من الجر والشد علينا من النكايب اللي قطت برا مع الصين ومع الروس ومع اللي غيرهم، هذا هو هو والخطوره البحريه البحر لا هو هو صح حق اللي فاتن قال فيه تجري الرياح وما لا تشتهي السفن حتى زاد الريح ملي معناها البحر يهيج هيجان، نحن ما هو مصلحتنا، ولكن ملي عندنا اللي منا يعرفه هو ما يهيج هكذا، عنده انذارات ربما عن مسبقه الريح والله انعكاس مثلا نمط نعرفه نحن ومنين نفوتوا لين نخطروا له ندعو عنه شهر شيء اخرى. انت شاني لك البحر كقبطان وكبحار وكشخص عنده خبره في المجال، شاني لك البحر؟ البحر لا يعني يعني العامل والفنان والصحفي والعالم وايا كان هويته، بالنسبه لي انا مالي البحر هو هو صاحبي هو هو بيتي كاد انه بي اللي اختار تبارك الله ما شاء الله اللي نعطي عليه من اللي نعطي في الدشرة، وراشي من عند مولانا ان شاء الله يجعل لي فيه خير ويجعله للمسلمين كاملين اجمعين. نختارك تقول لي المشاكل اللي تواجهوها انتم في رحلة في عملكم هذا رحلاتكم في الصيد وولوجكم للبحر، شن هي المشاكل اللي تواجهوا؟ على كل حال مشاكل كأي أي قطاع مثلا بالنسبة للبحر وضايقات في الحد ما يعرفوا،
حد مثلا نحن نتعامل ونحن عندنا من المناطق اللي نحتك فيه بعضنا بعض، أدوات العمل تعود ما يسيانك تقريبا، على هنا نشتغل بهذه الأدوات، واحدين الأخرين لا يشتغلوا بالشباك، وواحدين أخرين لا يشتغلوا بالأسراي أسراي لباش، وواحدين أخرين وعين نتحاكوا نجبر واحدين متفاهمين معانا في ذي الميدان وبسيط عندهم الأمر، ونجبر واحدين يتضايقوا ويشكوا على البحر ذيك النقطة المعينة منها لا لهم هم ولا حد يشاركهم، نجبر واحدين يقولون هذا ما هو بلكم. على كل حال كلهم أصلحتوا ذي اللي يتضايق ويخلق تشنج فما تي في الكلام وشي، وفيه اللي يتفهم معاك وذا بسيط عنده. اختارك تقول لي شنو مطالبكم انتم اللي طالبوا بها لتحسين القطاع وتحسين ظروفكم انتم العمليه، شنو المطالب اهم المطالب؟ المطالب ما توفى لا تحصى ولا تعد. مطالب التحسين اولا الخدمات، هذا الميناء اللي قالوا صيد تقليدي كان عباره عن ميناء يستوعب ذا اللي يدخلون السفن ومنظم، واليوم اصبح تبارك الله ما شاء الله زريبه بما في الكلمه في معناها زريبه من زريب الحيوان. ما عندي بعد انا اي طريقه نقدر نقولها ما هي لا زريبه. وشوف المطالب دوره تحسين دوره بعد قاع اول شيء بعد قاع بالنسبه لنا احنا قالنا عن هذا اللي نعمله به كيف بعد البنزين ومشتقاته وذيك الامور عنها تنقلع عنها الضريبه بما في الكلمه من معنى. احنا هذا اللي نمشوا به ما هو شيء بسيط منها. زورق اصغر زورق لا يمشي ب 500 لتر 200 لتر 400 لتر. عيا يرجع حافيه القدمين ما عنده شيء، والله اليدين قدمين قاعده ما في. المطالبات الاخرى ندور تحسين بعد قاعده اللي ينقالوا السوق شنو هو معنى. احنا كان نحوتوا السوق دولي والله سوق وطني والله سوق مشاركه فيه الناس كامله. هذه الناس اللي شاركت في الانطلاقه ابخس ثمن قد عرفوا الاخطبوط في هذه الفتره، ومشتقات قاع الاخرى مثلا الصيد قاع الاخر وحده سياني منها كربين سياني منها قالوا عن خالقه عن 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 مشكلته الوحيده عنه بدل من يلتم، وشفنا هذه المؤسسه اللي بتنات وكنا راجعين من عندهم الان عنها تحل مشكله التخزين. ثانيا اذا عاد الدوله اللي ما عينها ما هو ساوي لها شيء تفرجع للناس قاعد تقول لهم مقفول لان جبروا لكم تسويق منه حج ومنه زياره. اذا عاد السوق مليان من الحوت ينحكم حوت موريتاني اللي عاد هو صاحب الجوده يدور الزبناء يشوف، وهو مصنف عالميا ودوليا وطنيا احسن نوعيه سمك وزينها نوعيه ذا اللي قالوا السمك الموريتاني ذا اللي موجود منه في الشواطئ الموريتانيه. والمطالب الاخرى ما توفن دور توسيعه ميناء خليج الراحه وندور تفريق الفصل من بين احنا وهذه زوارق الاجانب اللي هي اللي كل نهار مأديانا حادث مؤسف. رقاج مسيكين على كل حال الموت قاع ما يعرف حد منين الله يجبرها للامانه. والتامين هذه مخالق مولانا هذه المضايقة المعدلة لهم هون في الميناء ومدخل الميناء ومخرجه يعدل لها شيء تقدر الناس تتعامل معاه وتوعى ملي وتعود فم رقابة صارمة اللي عدا المخالفة ينعت له عنه معدل المخالفة في البحر ما هي مخالفة في البر، اللي مخالفات البحرية ما هي المخالفات البرية. هذا يندرك ويقد ينسعف، ونحن لا قدر الله هاي الاحداث اللي تخلق في البحر منها ما هو قريب يحسن فيك انا صعب. والتدخل ما هناك زوارق نجاة.
تقريبا الى افصل فيها احد. احنا هذا اللي عندنا اللاسلكي هاو باطل ردوات والله حد فريزو تلفن على الدشرة خالق حريق في زورق ما هناك نجدة ما يخالق. شاكرينك على هذه الرحلة الممتعة اللي ان شاء الله تعود من اشبه رحلاتك ولا تنساها. رانا شاكرينك على تعاونك معنا وعلى الشرح اللي قدمت لنا. قالوا قال لا فعلوا بتكم الوقت اللي بقيتوا تجوها مرحبا بكم سهلة. يقول البحارة أن البحر هو دارهم ووطنهم الأبدي، يعشقون جنونه ورقته وشجونه، يقاسمونه أفراحهم وأحزانهم ويخصونه بأدق أسرارهم، ومع ذلك يعتبر الأب الحنون للصيادة والبحارة والذين يعودون منه بقوت يومهم وعيالهم. وحتى رحلة قادمة. هذه تحياتي سامري محمد الراضي وتحيات طاقم الرحلة في أمان الله. مدينة نواديبو كما تعرفون تقع في شبه جزيرة، شبه جزيرة على المحيط الأطلسي، وذلك يمكنها من الاتصال بالعالم الخارجي، مفتوحة أمام أمريكا وإفريقيا والمغرب العربي. سوف تكون هذه المنطقة منطقة اقتصادية عالمية وستجذب الكثير من رؤوس الأموال العالمية. نعانوا من انقطاع الكهرباء الدائم مفاجئ، عاصلات المغرب دائما ينقطع عنا الكهرباء. ثانية أسبوع ما لنا جابرين الماء، احنا هذا الباش نتي وقاع ما نجبر. والله هي الأوضاع على مزرية، والله هي الإسعافات اللي خلق لا ياخذ ويتوفى ما نعطات يكون ينعاد ولعبد العزيز لا يجي. ما هون حد مظلوم. وزين زمن يعيش في نوادي وذا التاريخ يس وسط شي عزيز يس وماجد. والشوارع كاملين وقدرنو وعدلتهم حالي إلا هذا الشارع وحده له مازال بعزلة ما نعم ولي حتى.